دلوقتي مشاهدينا الساعه 8 بتوقيت القاهره، ميعادنا مع موجز لاهم الانباء مع دينا. اتفضلي يا دينا. شكرا لك. من 8 صباحا بتوقيت القاهره، 5 بتوقيت جرينتش، موجز الاخبار من التلفزيون المصري، اهلا بكم. استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين والوفد المرافق له بحضور وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج بدر عبد العاطي ورئيس المخابرات العامة اللواء عباس كامل. وأكد الرئيس السيسي خلال اللقاء أن الوقت قد حان لإنهاء الحرب الجارية في قطاع غزة والاحتكام لصوت العقل والحكمة وإعلاء لغة السلام والدبلوماسية، مشددا على ضرورة توسع نطاق الصراع إقليميا على نحو يصعب تصور تبعاته. وأشار الرئيس السيسي إلى أن حقن دماء الشعوب يجب أن يكون المحرك الرئيسي لكافة الأطراف، وأن وقف إطلاق النار في غزة يجب أن يكون بداية لاعتراف دولي أوسع بالدولة الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين، باعتبار ذلك الضمان الأساسي لاستقرار المنطقة. هذا وشهد اللقاء تبادل الآراء بشأن نتائج الاجتماع التفاوضي الأخير الذي عقد الأسبوع الماضي بالدوحة، وسبل تحريك الموقف وإحراز تقدم في المفاوضات الجارية بالقاهرة. وقد اطلع الوزير بلينكين الرئيس السيسي في هذا السياق على نتائج زيارته لإسرائيل، مؤكدا التزام الولايات المتحدة بجهود التهدئة والتوصل لاتفاق، ومعربا عن التقدير الكبير لدور مصر وجهودها البناءة في هذا الصدد. كما شدد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين على ضرورة عدم إضاعة الوقت ووجوب التوصل سريعا إلى وقف لإطلاق النار في غزة. وقال بلينكين في تصريح خلال مغادرته الدوحة عائدا إلى واشنطن إن الولايات المتحدة ترفض احتلالا إسرائيليا طويل الأمد لقطاع غزة، مشيرا إلى أن بلاده تعمل مع مصر وقطر لضمان عدم تصعيد الصراع بالمنطقة. تلقى وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج بدر عبد العاطي اتصالا هاتفيا من نظيرته الكندية ميلاني جولي. تناول الاتصال الوضع في قطاع غزة، حيث حرص وزير الخارجية على استعراض أبرز الجهود التي تبذلها مصر على صعيد احتواء التصعيد الجاري في المنطقة والعمل على التوصل لوقف لإطلاق النار في القطاع والإنفاذ الكامل للمساعدات الإنسانية. وشدد وزير الخارجية على ضرورة تكاتف كافة أطراف المجتمع الدولي من أجل التوصل لوقف شامل لإطلاق النار، وذلك باعتباره السبيل الوحيد لوقف التصعيد في المنطقة واحتواء مخاطر توسيع دائرة الصراع. واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي قصفها العنيف على مناطق متفرقة بقطاع غزة. وأوضحت مصادر فلسطينية أن جيش الاحتلال الإسرائيلي نسف مباني سكنية شرق مدينة حمد غرب خان يونس، كما استشهد 4 أشخاص وأصيب آخرون بعد قصف الاحتلال مجموعة من الفلسطينيين شرق خان يونس. وفي وسط قطاع غزة أصيب عددا من الأشخاص بعد قصف مدفعية الاحتلال مخيم البريج، كما نسفت قوات الاحتلال عددا من الأبراج في منطقة تل الهوى جنوب غرب مدينة غزة. تبادل حزب الله اللبناني وقوات الاحتلال الإسرائيلية القصف على طول الحدود. وأعلن حزب الله اللبناني أنه هاجم مقر اللواء المدرع 7 الإسرائيلي في ثكنة كتسافيا بالجولان المحتل، وأوقع قتلى وجرحى بين ضباطه وجنوده. ومن جانبه أعلن الجيش الإسرائيلي أنه قصف مبنيين عسكريين تابعين لحزب الله في منطقة المطمورة جنوب لبنان، مشيرا إلى أنه تم رصد مسيرات أطلقت من لبنان باتجاه الجليل والجولان، واعترضت الدفاعات الجوية عددا منها. هذا وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية إصابة 10 أشخاص في حصيلة أولية للغارات الإسرائيلية التي استهدفت منطقة البقاع شرق لبنان.
أعلن الجيش الروسي أن الدفاعات الجوية أسقطت 10 طائرات مسيرة أطلقتها كييف باتجاه موسكو، وفي أحد أضخم الهجمات التي تستهدف العاصمة الروسية منذ بدء الحرب الأوكرانية. وأوضح الجيش الروسي أنه لم يتم تسجيل أي إصابات أو أضرار جراء هذا الهجوم، وتخوض القوات الروسية قتالا عنيفا ضد القوات الأوكرانية في منطقة كوسك منذ 6 أغسطس، عندما اقتحم الآلاف من القوات الأوكرانية الحدود الغربية لروسيا. ختام موجز 8:00، فاصل ونعود لحضراتكم لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر.